تعرف به واسلم، يعني تعيش في سلام. حلو. تتعرف بمين؟ به. هو في غيره؟ اللي هو رئيس السلام. مين هو رئيس السلام؟ نبوة عن شخص الرب يسوع، يدعى الاسم الخماسي لله، عجيب مشير، إلها قدير، أبا أبدي رئيس. مش معرفة سطحية زي زمان واحد أيام جمال عبد الناصر قال أنا بعرف الرئيس. ها بيعرف الرئيس ليه؟ لما كان ماشي في الموكب وفي الزيطة كان بيشاور لكل الناس، قال ده شاور لي شاور لي. بيعرفوا كده؟ لا، بيعرفوا يعني بيعرفوا معرفة شخصية وفي علاقة بينه وبينه. ده اللي يعيش في سلام، مش يعرف عنه، لا، يعرفوا معرفة شخصية. اللي عرفوا معرفة شخصية واختبارية، وزي ما سمعنا امبارح اتولد الولادة الروحية، ده اللي يعيش في سلام. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. ياللي حولت المرارة اللي في حياتي، كان حياتي مرارة، اتحولت لإيه؟ لترنيمات. قلبي مديون لك يا غالي، عمري كله أعيش أسير نعمتك. المرارة لحياتي ترجمة.
انت. لكن انا افتكرت دلوقتي بطرس لما جه للرب وقال له بعد ما يعني الرب اعلن انه رايح يتصلب ويموت ويقوم بعد 3 ايام، طبعا ما حدش من التلاميذ فاهم حاجه، لكن بطرس بقى كان مقدام قال له شك فيك الجميع انا لا اشك، والجميع قاعدين التلاميذ كلهم قاعدين، يعني دي اهانه لكل اللي قاعدين، بس هو بقى لانه باللبناني يقول ابضاي، يعني انا راجل انا بحبك قوي، انا ما غلطش عشان انا قوي في الايمان، ده مش بس شك لكن انكر، والرب قال له هتنكر 3 مرات، لكن الرب رد نفسه لولا مسكة ايدك انت. ده مش هو بس بطرس على فكرة، عشان حقق النبوة يقول الجميع تركوني، الكل تخلوا، لكن هو لا يتخلى. اذا نحن خلصنا بالنعمة، نعيش بالنعمة حياة القداسة، ويجوا ياخدنا كمان بالنعمة. واحد يقول حلو، يبقى الواحد يعيش على كيفه بقى ويعمل اللي هو عايزه ويلخبط، ما يقدرش، لان المدرسة مدرسة النعمة بتعلم اولادها، تعلمنا نعيش بالبر والتعبد والتقوى في الزمان الحاضر، اللي قبل النعمة. لكن اللي ما خدش هذه العطية، عطية الايمان بالنعمة، اقعد صوم وامشي على مسامير، واعمل زي الاخ دانيال الملة، جرح نفسك بالجنزير، مفيش فايدة، لانها نعمة غنية. بالنعمة انتم مخلصون بالايمان، ذلك ليس منكم، هو عطية او هدية. خدت الهدية ولا لسه قاعد تعزل في نفسك عفاضي لولا مسكت ايدك انت؟ بس ده اللي خد الهدية، الايد بتمسكه، كنت ضيع وايض. اما اللي ما خدش هذه العطية هو ضايع، اموات بالذنوب والخطايا، مؤكد هالك 100%. باشير عليك وانصحك بنعمة الرب تاخد النعمة الهدية للي ما نستاهلهاش، وربنا ما بيرجعش في كلامه، بيديها عطايا الله بلا ندامة. خلينا نرنم العدد ده كمان مرة، لولا مسكة ايدك. نسيت خطاياك السالفة اللي الرب غفرها، الرب عايز يرد نفسك، بمعنى يرد الشركة معاه، ترجع لحضنه من جديد. انت تعبان وانت بعيد، لان ده مش مكانك اللي انت فيه،
ولا يا رب افتكر لك كل خير ما سبتنيش. اصل اللي مش هيجي بالوصايا هيجي بالعصايا، فالحق نفسك. ولا يا رب انا ارجع لك بكل قلبي، ورتبت فرصة المؤتمر الحلو ليك. يا رب انا اتكلت على ذاتي وعلى شطارتي، وكنت مفكر ان انا فتوة، لكن اشكرك يا رب، دي نعمتك هي اللي حفظتني ومسكتني. يا رب واصل معنا تسبيح لشخصك الكريم، لانك انت اله امانة لا تنكر نفسك يا رب. تعامل مع كل نفس، وننتظرك تكلمنا في اسم المسيح، امين. تفضلوا استريحوا. اله امانة لا جور فيه. كلمة امين وامانة من نفس المشتقات، faithful بالانجليزي بيقول عليها، واحنا بنقول امين يعني ربنا سمع، يعني هو مخلص وهيعمل اللي قال عليه. امين امين يعني faithful، وبنقول امين نفس الكلمة نأمن يعني. تمر السنين وتفضل امين، رب امين رغم عدم امانتنا يبقى امين من جهة الخدمة، من جهة نفسه لا يترك نفسه بدون شاهد، لكن هو لا يقبل ولا يطيق الإثم والاعتكاف، مش ممكن. زي ما سمعنا امبارح، زرع وحصاد، انت بتزرع ايه؟ عندك جنينة، عندك حديقة، بتزرع شوك هتحصد، انت اول واحد هتتشك فيه. بتزرع للجسد، والروحيات ملهاش وجود في حياتك هتحصد من الجسد. واحد يقول انا لا بزرع للجسد ولا للروح، طب الجنينة دي اللي انت سايبها كده بعد مرور الوقت هتطلع اللي هي بيقول عليها الويدز دي، الاعشاب الاحراش، وتبقى مليانة عقارب ومليانة بلاوي. ازرع دلوقت الروحيات تحصل في اولادك في عيلتك للجيل الرابع بركات، والعكس صحيح، ان زرعت اشياء اخرى تحصد شوك، لان الهنا اله امانه لا جور فيه. تمر السنين وتفضل امين، حاشا لي ان اكرم الذين يكرمون. Yeah.
وجد ايه؟ شديدة. تفتكر اللي قالوا كده يا جماعة الجسيس بنو قرح؟ هم اللي قالوا الكلام ده؟ بنو قرح، عارفين مين بنو قرح دول؟ جدودهم بتوع زمان خالص اتشقت الارض وبلعتهم. ايه ده؟ لان الهنا اله غيور زي ما سمعنا امبارح. لكن العيال بقى الاحفاد الاحفاد واحفاد الاحفاد عملوا ايه؟ قال لك لا مش هنعمل نفس الغلطة، اصل هما ما قطعوش وصية الرب وتكبروا، لا احنا هنتواضع، احنا هنمسك فيه لانه اله امانة لا جور. خدوا بركة. انت ماسك فيه ولا ماسك في ايه؟ كل اللي ماسك فيه ده هتسيبه تراب، بتزرع للجسد هتحصد للجسد. ماسك في بدع وخرافات. ايه بدع يعني؟ كلمة بدع بالانجليزي يعني كالت. وايه هو الكالت؟ تعريف الكالت يعني ايه بدع؟ ايه هي البدع؟ يقول لك يا اخي ما في طوائف كتير. لا، في فرق بين الطائفة وبين الكالت وبين البدع. انا بس ما يهمنيش الطوائف، لان كل اللي يؤمن ان الرب يسوع المسيح هو رب وهو مخلص ومات من أجله فداء، وإن الإنجيل هو كلمة الرب الحية الموحى بها واغتسل بدم المسيح، ده أخ ليا في المسيح مع اختلاف الطوائف. دي طوائف. لكن البدعة دي حاجة تاني. طب إزاي بقى أميز البدعة من الطائفة؟ البدعة أول حاجة تميزها ان يجي في الفرغة ويتصدر. يعني ايه؟ يجيب لك حاجات هايفة وبقى يبني عليها بقى، ودي هي كل حاجة. الحاجات اللي ما لهاش اي قيمة هي كل حاجة. ده بدعة. حاجة تانية، مقياس انك تعرف انه بدعة عشان يمكن انت عايش في الكذبة. البدعة كذبة كبرى. ايه هي؟ تقول ما انتوا يا مسيحيين بتقولوا كده لان اي حد يخالفكم يبقى بدع. ده مش احنا اللي بنقول، ده مقياس الله. ازاي اعرفوا ان بدعه ولا مش بدعه؟ ايه هو موقفه من المسيح؟ المسيح بالنسبه له ايه الشخص ده اللي بيقول ان لا 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 دي حاجه بتعرف بنا؟ طيب اذا بتعرف بنا، ايه موقفك من المسيح وموقفك من صليب المسيح؟ ده بيبين اذا كان بدعة كالت ولا طائفة. اي شخص لا يؤمن ان يسوع المسيح هو رب ده بدعة. اي شخص لا يؤمن ان يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد وجه لكي يموت ويفدي البشر وقام من بين الاموال ده بدعة. ده انا اللي بقول، لا ده الانجيل هو اللي علمنا كده. انت عايش في بدع ولا عايش في حاجات يعني كله زي بعضه، كله بيقول يا رب؟ فاخ دانيال كان بيسألني بيقول لي انتوا عندكم بيقولوا الله في العهد القديم هو الله، هي كلها كلمة واحدة كده، الله الله الله، كله الرب هو الله. طب مين هو الله؟ قلت له على فكرة اللي ترجمه، انا بعتقد اللي ترجمه الانجيل او الكتاب المقدس يعني يقصده بكلمة الله من إله، الإله. أي حاجة بيعبدها الواحد تبقى إلهه أو الله. وأنت إلهك مين؟ الله بتاعك مين؟ أنا إلهي
الله بتاعي يسوع المسيح. آمين. بالنسبة لي أي حد الله بتاعه مش الرب يسوع المسيح ده بلا باختصار. أنا هرنم ترنيمة واحدة. الترنيمة دي كتبها تقريبا يمكن أول ترنيمة كتبها الأب مكاري يونان. ويقول أنطق على لساني وكون ينبوع كلامي. أعطيني مصحة منك. ما هتقعد تدور قدامهم وإحنا دورنا وما لقيناش. لقيتها؟ خلاص. شكرا يا عماد على تعبك، بس هي ما دام ما لقيناهاش خلاص عشان بس ما ينشغلوش بالحاجات دي. خلينا نسمعها، وإذا كنت عارفها ممكن ترتب ترنم معانا. أنطق على لساني وكون ينبوع كلامي. أعطيني أعطيني مسحة منك وسر أنت أمامي. خلينا نقول الآية مع بعض. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. بطرس الأولى 1:15. نقولها كمان مرة. تعرفوا لو حفظنا الآية دي بحاجة حلوة نفتخر. خلينا نقول مع بعض بنفس واحد. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. بطرس الأولى 1:15. أنطق على لساني وكون ينبوع كلامي. أعطيني مسحة منك وسر أنت أمامي. هيئني للقداسة. موضوعنا عن القداسة. أنطق على لساني وكن ينبوع كلامي. أنطق على لساني وكن ينبوع كلامي. Thank you.
فأنا مش عايز أحرم نفسي وأحرمكم من الترنيم الحلو بالموسيقى، الترنيم الجزراوي. أنا هديلك البلاك، أعطيك إياه. أيوة بعد الظهر. أنا مش عايز أفاجئك، لكن أمين يعني ناخد كمان ترنيمة على عود السلام. ليه ترنيمه؟ انا مقبول. لا هو عاوز ترنيمه. ايه؟ هو الاخ دانيال طالب مني ترنيمه، هو بيحب الخلق. انا مغسول بدم يسوع وانا مقبول بدم يسوع، بس انا مش عارف الترنيمه. انا عارف ان في كده يعني نص الاجتماع مرنمين. عندنا الاخ طلعت والاخ وجيه والاخت جاكلين، مين تاني؟ مش عايز انسى حد، وكلهم بيقودوا اجتماعات يعني. انتوا عارفين مين؟ نعم. طيب هل عارفين الترنيمه دي؟ انا يعني لو عارفينها ممكن تتفضلوا. والاخ نفسه نرنمها يعني، لان ده من ايران يعني، وعايز ترنيمه بالعربي يعني، مش معقول. Brother Daniel, can you sing it? Come, even this little part. You don't want to hear me, my brother. No, no, I want to hear you. And they want to hear you. Please come over. خلاص يبقى نخلي بتاع ايران يرنم لنا. Anwar. Anwar راح يورينا الزنباع وين شغول. معلش انا الاخ دانيال عايز يقول حاجه. السبب الوحيد ان هو بيحب الترنيمه دي خالص او قوي، لانه بيقول انا في دم المسيح انا مقبول، انا مغسول. الحاجه اللي كانت اصعب حاجه ليا في المسيحيه بقيت سهله قوي. I tell you something, because there is some people, especially the youth, they understand English. So I want them to hear you also. Then we will have both opportunity, English and. Okay, say it again. The one of the most difficult thing for me was so easy to be saved. Yeah. الأمر اللي كان صعب ليا جدا بقي سهل خالص. الخلاص إنك تخلص دي حاجة سهلة، بقت سهلة جدا. لكن في الأول قبل ما يعرف المسيح كانت صعبة جدا. إذا قلت لي الكلام ده في الأول أقول لك لا، لازم أنت تركع على ركبك وتعذب نفسك ولازم تتصوف ولازم تبكي وتعذب نفسك. آمن تيجي أولا تخلص بالإيمان. أنا عايز أشجع في حد هنا لسه ما خدش الخطوة دي. Just easy. He done pay the price. He done all the suffering. سهل. هو عمل كل حاجة. عليك إنك تيجي وتعترف بخطاياك ستخلص. كلمات بتاع ترنيمة أنا شفتها عند الأخ إسحاق في تركيا، إسحاق كرم وانتو تعرفوه، كان مرتاح الترنيمة أنا مغسول بدم يسوع، أنا مقبول ببر يسوع، لا خطية بتفصلني عنه ولا خوف بيبعدني عنه، أنا مغسول بدم يسوع، أنا مقبول ببر يسوع. أنا مغسول بدم يسوع، أنا مغسول بدم يسوع، أنا مغسول بدم يسوع.
شكرا شكرا، ربنا يبارككم ويزيدكم من كل نعمة. بتعزونا كتير وتشجعونا كتير ونشكر رب. شفنا من كثير من الأمم والقبائل والشعوب يرنمون ويفرحون بالرب، ودي صورة مصغرة من السماء حتى من قبائل آكلي لحوم البشر. هنشوف هناك يسبحوا ويرنموا حول العرش ويسجدوا أيضا هناك ويفرحون آكلي لهم أمام الحمل. لك المجد يا رب، لك المجد يا رب، لك المجد. كلمة كلمتين امبارح، الخدمة الأولى عن إيه موضوعها؟ القداسة. ودي نقدر نسميها خدمة تعريف، يعني ايه موضوع القداسة لازم نعرفه عشان قبل ما ندرس. الخدمة الثانية كان موضوع ايه؟ غيرة الله، طبيعة الله ان هو غيور، وغيرة الله ورتنا انه بيغار على دم ابنه، فلا بد من الدخول من الباب، مستحيل، ما لا طريق اخر، لا طريق اخر يصل به الانسان الى السماء الا انا هو الباب، لان الباب ده يرمز لينا بال باب اللي كان وراه داخله، يعني داخل البيت الشعب الإسرائيلي، كذا باب كذا بيت، وكل بيت لازم يكون ايه اللي موجود على الباب قدام على القائمتين والعتبة العليا. طب والتحت مستحيل، لأن اللي تحت يرمز إلى من داس دم ابن الله، ودي إشارة إنه ما فيش إلا طريق واحد لعبور الهلاك، يرى الدم ويعلم.
عشان كده الناس الذين لا يؤمنون بالاب لا يؤمنون بالاسره الالهيه الاب والابن والروح القدس. لا خلاص اطلاق اطلاق. والواضح هنا في الدنيا الحياه ريحتهم معفنه، مش هما كاشخاص، لا هما لابسين حلو كولونيا وكل حاجه، لكن ريحه التعليم عفنه. كل تفكير اخر غير المسيح عفنه. واحد يعني ناقش معاه في الأديان الكثيرة اللي عندنا أنا، فبعد ما يموت قال لي حقا قال لو كنت كويس جدا 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 أنا مش بسخر، ده صحيح، يبقى ربنا يخليني أطلب بيت كويس بعد ما أموت. يعني عفن عفن إنساني بقطة بس بيت كويس يكونوني كويس وخلاص، هو كإنسان مات مش هرجع إنسان تاني، لا هرجع أخوك هل يكلم عفل تعليم تاني هتنعم هتنعم تنعما. وزي ما قلت لكم قدس الله ويهرب من التنعما دي من زلال زي ولكن المجلس العسكري احسن. مفيش طريق الا طريق واحد يقول لك الدخل هتشوف ايه بالظبط. كان غير خدناها ايضا بالنسبه للمؤمنين انك لازم تخاف الله، لان الله ايضا يغار على ابنه غير المتمجد في اولاده وغير المتمجد في الكنيسه. من اجل ذلك فيكم كثيرون مرضى في كورنثوس وكثيرون يرقدون، لاننا لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم عليك. ده كان المسألة دي كده. يبقى احنا دخلنا ايه بقى؟ دخلنا الباب. فضل ثلاث خدمات، كل خدمة أصعب من التالي، يعني اللي مش هيحتمل تروح. احنا قلنا ان نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قدسين في كل صورة. في كل سيرة دي سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا. النهارده هنبتدي صعبة، بعد ظهر تبقى صعبة جدا، بكرة صعبة جدا جدا. ليه؟ لأنها رهيبة. أنا إنسان كنت مبيع تحت الخطية ودخلت نار وخلاص. طب ده أنا جايب عبدي ومسخته كل اللي فيه ده. يسوع طهرني حلو. غسالي طبعا، بغير كده من حضرته. طب إيه بقى اللي عليا أعمله بقى عشان أكون نظير القدوس؟ اللي قبل كده مش انا اللي عملت، ده هو اللي عمل. ده انا استمتعت بنعمته لأقص. طب خلاص دخلت. فهنسميها هي ممكن تتسمى مدرسة وهي فعلا مدرسة. فهنسميها مدرسة نظير القدوس. سنة أولى من هذا. سنة ثانية من هذا بعد ظهر، سنة ثالثة بكرة، وكويس المؤتمر يحضر بكرة، لو أخذنا رابعة وخمسة تبقى شغلانة. كتر خير. هنقسمهم إن كان هنختصر شوية بحيث يبقوا ثلاث درجات. عندكم التعليم هنا العادي كم درجة فيه؟ ثلاثة؟ يعني اول حاجه انا بنعمله اسمها بريمير، مش عارف ولا ايه. لا ما خد التعليم الجامعه ده واحد اربعه، يعني كتعليم واحد. قبل الجامعه في ايه؟ ثانوي وبعدين اعدادي وبعدين ثانوي وبعدين حضانه. ابتدائي اعدادي ثانوي. طب وفين الجامعه؟ بعد كده الجامعه. بعد امسال الجامعه وبعد كده ابتدائي وبعد كده اعدادي وبعد كده ثانوي. عايزين ناخد سنه اولى نسميها ايه؟ بالايطالي يعني. وبعدين ثاني ايه؟ وثالثه هناخدها دي بقى للطب يعني. فنختار الطب مثلا نقول جامعه. كفايه لينا الجامعه الطب، في طبعا دراسات اكثر من جامعه. نعم.
يا بريمة يعني من الضغط ولا لو الإنجليزي لا ولا فهمها فيرست جريد بريمو يعني بريمو ولا بريمو يعني فيرست هذا الأولاني خالص احنا النهارده في الأولاني خالص بالبعض ان شاء الله ناخد الوسطاني سبوتو خلي الاكل كويس كنت ماشي وبعدين اخر حاجه والاكل اسمها ايه دوشي تيسو صحيح صدقني مناسبه برضه صدقني حلوه صحيح يعني القمه التيرسو انا بحب التيرسو ربنا يدينا التيرسو اصل انا متغاظ من حكايه حصلت مره ان واحد خادم انجيل بس محترم زي يعني فبعدين ده هو قرية من قرى الصعيد الغلابة فهو راجع أنا متأسف بحكي الحكاية اللي حصلت للأسف يعني فالإخوة في الكنيسة هناك أو في الجماعة مش فاهم يا فين فبيطعوا له تذكرة درجة ثالثة ترسوا فللأسف صعب عليه جدا نفسه والكلمة اللي قالها أنا خادم الجيل أركب ترسو نهت من رب أركب ترسو فأنا هنسميها ترسو اللي هي القمة القمة اللي احنا مش نقدر نوصلها إلا نركبها المسيح بس هو عايزنا ندخل فيها كده كده عشان نكون شركاء المسيح في آلامه هل بيتفاجئ بس تسميه النهارده اسمها ايه؟ بريمو ان شاء الله بالبعضور تبقى سكوتو وفي الاخر تبقى هاللويا لك المجد يا رب طيب نفتح كتبنا وناخذ قريتين من الكتاب المقدس الاول هنذكر الاشعار مع بعض لان هي دي مدارس نظير القدوس مدرسة نظير القدوس سنة أولى اللي هي بريمو نقرأ الشعار مع بعض الأول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة شكرا للرب نقرأ مع بعض من إنجيل متى أصحاح 11 الآيات المشهورة جدا من عدد 25 وإلى عدد 30 ممكن نقرأهم مع بعض كل ما عدد قليلا ممكن نقرأها سوا فضل معي في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه على الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمام كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الابن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف احنا قلنا قريتين لكن غالبا مش يعني ربط دي تفيد على النهاردة ونخلي القراية التانية نضمها لبعض الظهر شكرا منحني أمام الرب ونصلي
أبانا القدوس العديد نشكرك نمجدك نعظمك لأجل هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب اديتنا مثال عجيب، مثال عجيب في الانتصار، مثال عجيب في الغلبة، مثال عجيب في اتباع ناموس السماء في هذه الأرض الملعونة بسبب الشر. ملعونة الأرض بسببك، لأن الخطية قد قبلها الإنسان وشربها وهو مبسوط، فلعنت الأرض بسببه وصارت مصدرا للتعب والكلل والموت، والتراب يعود إلى التراب. يا رب نشكرك أنك قد أتيت إلى هذه الأرض وأكملت مشيئة الآن. علمنا رب كيف نسلك في مدرسة نظير القدوس. عايزين نشابهك يا رب، عايزين نشابهك. ادينا الخطوة الأولى يا رب إننا نشابهك في المعرفة، نشابهك في السلوك، نشابهك يا رب، لأن الدعوة اللي احنا دعينا إليها تقول مشابهين صورة ابنه. استجبنا يا رب السيد، لأن نطلب ونصلي في اسم المسيح. آمين. في ترنيمة زمان خالص اتقالت وعرفت ان ترنيمة سمير هي اللي مألفاها. دول سمير عندنا في أمريكا هناك، وجات مرة زارتنا في صلة زي معرفة كده بين بعض قرايبها وقرايبنا. فقرايبنا زاروا أمريكا اللي جات معاهم، وبعدين قلت لها أنت ربنا خلصت مؤامرة كام سنة، أنا عارف من صغرى خلصت أنا الحاجة دي. فجيتي من سن 12 فخلتني شوية يعني ادخل كده كلام بيني وبين ربنا، يا رب ما جيتنيش ليه سن 12؟ لان انا كل الشرور اللي عملتها كان من 12 ل 13 وربع لما جددت، فقلت كنت وفرت كل ده عليك وعليه يعني. لكن الله اراد ان يرمض بي الارض عشان اعرف عمل الله وهو يخلص من كل هذا. فدولو سمير الف الترنيمه اللي هي بتاعت يونان والحوت. ها؟ أنا فين أنا فين أنا فين كده، أنا خايف أنا مش شايف، أنا فين أنا فين أنا فين. والحقيقة ده اللي لازم يحصل لكل إنسان يدخل من الباب، أنا دخلت فين بعيد. بس على عكس الحوت، بك الحوت مرعب، هنا مذهل. أنا دخلت فين، دخلت فين؟ أنا دخلت في المسيح يا إلهي، دخلت في الذات الإلهية. نعم أنا هو الباب، دخل بأحد يخلص ونفسه يدخل. إيه أنا فين؟ وكل إنسان حصل له هذا الاختبار يتذكر أنا كنت فين؟ كنت خاطي في الدنيا، في الشر، في الآثام، معجون بالخطية. دخلت في القداسة، دخلت في القداسة. طب أمشي كيف في القداسة؟ أتصرف إزاي في القداسة؟ وهنا ده هيكون الدرس الأول هنا. أول ما تدخل في القداسة ستكتشف هذه الآيات ترشدك إزاي تسلك في القداسة. في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. في حاجات مخفية عن الحكماء والفهماء، وما أكثرهم في الدنيا، ما أكثرهم في الدنيا. ويا أخي بعضهم واخد شهادات يعني لا تخطر ببال إنسان، العالم أكرمه بكرامات لا تخطر ببال إنسان.
وهم لسه هلكين. حاجة ليها العزم، أمور ليها العزم. أكتر اثنين مشهورين بالعلم في العالم النهاردة، مش عايز أتكلم أكتر من كده، لكن أنا مش بتعلم من دول. واحد منهم مسيح والتاني مسلم، لأنهم للأسف ما دخلوش من الباب. المسيح سألوه قال ما عنديش وقت لدراسة الأمور، طب خليك في الانتخاب. والتاني الراجل بيعلن أنا عايش ورا واحد ما مش عارف بيعمل ايه، انا عايش ورا وخلاص. خليك ماشي. أخفيتها عن الحكماء والفهماء، وأعلنتها لمين؟ للأطفال. ومن لا يقبل ملكوت الله مثل طفل مش حلو، مش حلو. ويدخل يلاقي نفسه ما زال طفل، بس طفل استنارت عيناه، طفل فتحت عينيه، وجد نفسه في مجال القداسة. أوه فعلا، استنى بس، استنى، هي سنة سنة ورا سنة ورا سنة سنة ورا سنة سنة ورا سنة. دلوقتي احنا في اسمها بريمير، بريمو، بريمو، احنا في بريمو، كل البريمو كده وبعدين نشوف كل البريمو. البريمو بيصلي، يكمل الابن صلاته، يقول نعم ايها الاب، لانه هكذا صارت المسرة امامك. الحكماء والفهماء، واحنا بنشكرهم، اخترعوا لنا كهرباء، اخترعوا لنا مياه نظيفة، اخترعوا لنا آلات موسيقية عشان نجيبوا حبايب المرنمين يرنموا لنا، اخترعوا لنا طباعة عشان يكون معانا الكتاب المقدس، اخترعوا لنا حاجات كتير جميل جدا، حلوة 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 خالص. مية سخنة ومية باردة ومزروعات، كلها اختراعات، المزروعات مين كان يعرف يزرع ده وده، ونظام الزراعة، حاجات جميلة جدا، بس كلها حاجات أرضية. وملكوت السماوات مش في الارض هنا، ايوه هو بيبدا في الارض والباب في الارض، لكن ملكوت السماوات النهايه بيت الاب. الاول بالايمان هنعيش احنا على الارض، لكن في ملكوت السماوات ابناء الله يدعون، لكن بعد كده هنسيب الارض دي، هنسيبها خالص، هنسيبها خالص، نسيبها بعملها وترابها وكل اللي فيها، نسيبها. ما هنوصل بيت بابا. حبايبي اللي في الضيقات الشديدة، بسمع كلام ده كتير في مصر، يعني بغير بس بحسن نية شديدة جدا، يعني بيقولوا كلام يأذي ربنا يعني، صحيح معلش. يا ربي احنا مش من هنا، لكن المعركة السياسية دي بلدنا، ولازم ناخد حقوقنا. حقي عند إلهي، ايوه انت يا مسيحي، لكن دي بلدنا ولازم ناخد حقوقنا. كلام غريب، المسيح يسمع مؤمن كده بتقول ايه، بتخرب بتقول ايه، ما لازم نقول كده، ما لا ياكلونا بقى. ونحام يروح قدام مالك يقول له ابني مدينه قبور ابائك، ما تقول له مدينه بقى يا اخي، حد يروح يبني مدينه قبور وعايز اذن الملك، ما تسيب القبور يا اخي. قال لي ما اقدرش اقول مدينتي، مدينتي مش هنا. ايه ده يا عم، ايه ده، ايه ده، انت جبت الكلام ده فين؟ جبته من كتاب مقدس، ده انت بالعهد القديم يا اخي، مش عارف الكلام ده ايه، ده طشاش. ايوه الان مرشد بالروح القدس، ليس لنا هنا مدينة، لكننا نطلب العتيد. هنسيبها، هنسيب العالم، هنسيب الدنيا دي، هنسيبها، هنسيبها بكل اللي فيها، بملها وترابها. كان في ترنيمة فاكر الكلام ده،
حد يقول لي كده نص عدد ولا عدد ولا بتاع. ايوه يا اخي سايبينها. ونسيبها. ايه وطننا ده؟ اه كده يا اخي. يا اخي فرح قلبي. فرح قلبي. في بعض الناس يقولوا فلسفات عجيبه كده سامحوني معلش سامحوني هقولها ما تسمعوهاش. سدوا ذلك. ده مش هي وطن احنا عايشين فيه. ده هو عايش فينا. خبر ويا ازاي؟ ما انت فاكر ايه؟ طيب. كله كلام كلام غير كتابي بالمرة. ماذا يقول الكتاب؟ ليست لنا هنا مدينة. المدينة التي أنا شخصيا أنتسب إليها مدينتين. مدينة دفن فيها أبويا ومدينة دفن فيها أمي بس. إيه المدينتين؟ مدينتين دول؟ المدينتين دول؟ المدينتين دول؟ مدينة قبور أبو أمي بس. خلاص. لا أنا عايز التراب ولا عايز المال ولا عايز السياسة ولا عايز أبقى الريس ولا عايز أبقى عضو مجلس إيه؟ مش عايز من عايز. إن ما كنتش يعني فعلا فاهم كده يبقى حتى درس النهاردة مش هتفهم. درس النهاردة واحد دخل بالحقيقة من الباب ودخل شركة الطبيعة الإلهية في اللاهوت وعايز يعرف سكته فين. لكن أنت دخلت وأفكارك في الدنيا مش هتعرف تمشي مش هتتحرك. هيحصل لك شلل روحي تجمد روحي ليه؟ كأنك مش قادر تفهم إنك لست من العالم. أنتم لستم من العالم. نحن من فوق. نحن في المسيح خليقة جديدة. نبتدي بقى الخطوة الأولى. الخطوة الأولى هي نروح نسمع المعلم اللي هو القدوس. معنا دخلنا مدرسة القدوس أو مدخلة نظير القدوس. نظير القدوس الهدف يعني. لكن هي مدرسة القدوس بيعلمنا زي بيكون نظيره. دخلنا المدرسة دي يروح قال لنا ايه؟ قال لنا عبارة دوخنا كتير بقى او واحنا في المدرسة دي جالسين دلوقتي على 27 كل شيء قد دفع إلي من أبي. نلاحظ ان هو بيكلمنا احنا دخلنا مدرسة الإيمان مع ان لسه في الجسد. احنا لسه في الجسد ايه؟ احنا لسه عايشين. عايش في قادل، عايش في مصر، عايش في زرقوحنس، اللي عايش في بوس، اللي عايش في امريكا، كلنا في العالم. كان الكتاب المقدس مذكور للعالم هنا فوق عز كبير حبيب كبير قوي 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 قوي. نعم حسب وصيه الكتاب هيكون مكاننا فوق، لكن احنا في العالم. بس دخلنا القداسه، دخلنا في مدرسه القدوس لان دخلنا من الباب خلاص. نسمع الكلمة دي طبعا تعجب بيها جدا، لكن نفرح برضه بيها قوي. كل شيء قد دفع إلي من أبي. كل شيء. كل شيء. كل شيء. نعم كل شيء. ارزق يا واد. ارزق فيه. ارزق فيه. مش هتقول مين بقى اللي هيجيب لي الكلمة من فوق؟ ما هو الكلمة قدامك. وأنت قابلته. هو سكت فيه. سكن ولا ما سكنش؟ أجسادكم هي هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. معاكم ولا مش معاك؟ ها أنا معكم. مين ده؟ الكلمة. ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء دار. علمني يا رب. علمني يا قدوس يا قدوس يا قدوس. علمني. كل شيء قد دفع إلي من أبي.
جميل قوي. سهلت هاجي سهلت هاجي لان انا هنا في الدنيا انا ما شفتش ناس. ومره واحد من تلاميذ المسيح قال له ايه؟ ها؟ المسيح اطبخه. قال له ازاي؟ طب انا طول مدته الان من رآني فقد رأى الآن. انا وقف واحد. خلاص احنا فهمناها يا رب وعارفين ان جديده كلمتين كده والراجل تصلح طبعا تصلح وماشي ورانا دلوقتي كويس هو واحنا كمان وادينا وراك كويس انت في كل حاجه كل شيء قدرت علي من قبل. يكمل بقى الايه دي او العباره اللي بعديها. لما تلاقوا نقطه في الكتاب المقدس تعرفوا ان دي عباره جديده. النقطه دي عباره عن مسافه في الاصل اليوناني او حتى العلم الابل وهذا الذي بنينا عليه. نقطة معناها مسافة صغيرة لو نقطة ضيعة. النقطة التخينة تبقى مسافة كبيرة شوية. يعني في يعني المعنى عايز وقفة كبيرة أو وقفة صغيرة. نقطة هنا صغيرة وبعد يقول وليس أحد يعرف الابن إلا الآب. ده إيه ده؟ طب إحنا عايزين نعرف. طب ما بولس قال يعرف ايه الايه الغريبه ما حدش عرفها الا الاب. يلا يا ولد نجري الاب مش كده ولا ايه؟ عايزين نعرف الابن نعرفه ازاي؟ قال ليس احد يعرف الابن الا الاب. حاجه عجيبه حاجه عجيبه. انا ما اعرفش ازاي الناس عايشه بغير ما تعرف ان الله سلام لا معنى للحياه بالكلام الفارغ ده بتاع الوحده المطلقه. الله يا ربي ما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. يا رب يا رب يا رب يا رب. المسيح يقول لا اعود اسميكم عبيدا بل احباء. فعايز دخلنا في اللاهوت مش بس الاب وبس لا الاب والاب روح القدس. ليس احد يعرف ايه؟ الاب الا الاب. نجري للاب. تعال هنا تعال خير. ولا احد يعرف الاب الا مين؟ بيجري الابن ثاني. ده ده يا اخي العز الالهي. المعرفه محدده بالظبط حتى يعمل ايه؟ هتجري الاب مش هتقدر تفهم ولا حاجه. ليه؟ لان ليس احد يعرف الاب الا الاب. ها نفس الجمله ما فيش نقطه. ومن اراد الابن ان يعلن له. يبقى عشان تعرف الاب تعمل ايه؟ تروح للابن بالصلب كده. هو الاب اب ابي هو ابن اب كل حاجه. بابا عرفني بالاب. بابا عرفني بالاب. وشوف عينيك الشغوفة وقلبك اللي نفسه يتعرف وبعدين يعرفك وتدخل في معرفة الآب ومعرفة الابن. ليه؟ لأن أنت كل ما تعرف الآب هتعرف الابن أيضا. لأن ليس أحد يعرف الابن إلا مين؟ إلا لا إيه ده؟ أنت عجيب إيه ده؟ ما ده اللاهوت يا حبيبي. اللاهوت ما فيهوش تمزق مفهوش افتراق مفهوش الدنيا شغل الدنيا ده. انا ما اعرفش اعيش الا بالسلاح وقت يا رب نخلص خلص اقطع عرق ساح ده مفيش كده. ما يقول لي في اللاهوت اللي في اللاهوت الحب حتى الكنيسه في يوحنا 17 بيتكلم عن اليهود يقولوا كانوا لك واعطيتهم لي. من دول؟ الكنيسه العروسه. ها؟ احنا كنا معنا في الآن. طبعا لأنه قبل الأزمنة الأزلية أسماءنا معروفة أننا عروس يسوع المسيح. وبعدين لما جاء وقت التجسد قال له خذ دول اغفر خطاياهم ومعاهم اغفر خطايا العالم كله. قال له تمام عشان دول يساووا ايضا دفع
ثمن لكل العالم. ايه القصه العجيبه اللي باللاهوتي؟ ما انت فاكر ايه؟ انت فاكر ايه؟ فاكر وطنك مصر ولا الاردن؟ زباله كده بس. الاثار مين يا حبيبي؟ الفلوس دي بلدنا من زمان. ابدا ابدا ابدا، ده وطنك السماوي من قبل ما يتولد ادم، من قبل تاسيس العالم، من قبل برج الزمان وطنك. لكن انا مش من هنا، انا ليا وطن تاني. لا مش انت، انا ليه معانا هي وطن تاني، ولا جه ولا غنى، هي وطن تاني، ولا جه ولا غنى، هي وطن تاني. ليمون صبحا ليمون جوع يتنوي يزرع وتمليمو شبعا اسويت حملوه لسه يا سوى غفلانا مغيل بسويت ولا جه ولا غنى، ما نلي
آخر مرة سمعتها كانت بحتة اسمها شمال المنيا كده، خي كان يعني ليها الدكتور وهيب. تمام هيني ضبط اللغة والحبايب كلهم كانوا قاعدين على الأرض، كان شوية مفيش كراسي. يا سلام آخر انتجاب، لأن حقيقة أكيدة هنا عالم، هناك مش عالم، هناك وطن. حتى ما انت قلت عالم من شخص بيه، لكن ليه وطن؟ الوطن ده موجود في قبل الأزمنة. دخلت يا مؤمن حضرتني الأب، نجري الأب، من ليس أهل يعرفنا الأب، تعال هنا ولا حد يعرف الأب إلا الأب. طب عرفني، طب اقعد يا مؤمن، طب اقعد. لا حد يعرف الأب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. جلسنا عند موطن قدمين، وده بيفكرنا بعبارة مهمة جدا قالها بولس الرسول وهو في الجسم. قال ايه؟ لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. واحنا برضه هنعمل زيه، احنا مش عايزين برضه ناخد درجة ثالثة اللي هي العليا اللي هي الدرس يعني، ولا عايزين في الأولى دي. لا، انت فوق فوق، هتحس انك عايز فوق تطير فوق خالص، بس مش هتطير قد اللي انت كله بتعمل اللي هنا كله، يعني انت هنا حصلت وهتحصل فوق يعني، فلازم تطير هنا الاول. بولس طار هنا، قال قد اكملت الساجات الجاد الحسن. نقعد عايزين نعرفه يا رب. طيب تيجي درس بقى المعرفه، مدرسه القدوس لكي نكون نظير القدوس. أول حاجة في درسنا، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال. طب أنا ولا متعب ولا ثقيل أحمال، ما تجيش. احتمال كنت دخلت هنا غلط. واحد مرة حكيت حكاية كنيسة هناك، دي الكوباية ممكن أشربها. وبعدين هو كان من الحرس الجمهوري، هو كان في الجيش، فدخل الحرس الجمهوري قام الرئيس السابق وفجأة ظهر جاله مشوار والحاجة، فعايز ياخد الأجازة، وكان واخد أجازة من قريب، فمش عارف ياخد الأجازة دي إزاي. كان في قصره المبارك نفسه، وعارف فقعد يحكي لي عن المبارك دي في قصره، وبيصحى الساعة 5 الصبح يعمل رياضة، وبعدين بيسوق الطيارة بتاعته ويلف مش عارف إيه القصة دي، حكى لي بيشوفها. وبعدين اضطر يروح لضابط كبير من ضباط الحرس الجمهوري عشان ياخد الاجازه دي، عشان يعني ملوش حق فيها. فراح هناك للقائد الكبير، قال له من فضلك انا يعني مضطر اخد الاجازه دي، ممكن تسمحها وتسمح لي؟ وقال انت اسمك ايه؟ فشان من الاسم المسيحي، قال له ده انت غلط خالص انك توجد هنا، يعني اجازه للاب. قلت له اجازه حوله لحته ثانيه. فاحتمال اللي يروح فوق هناك يقول انا مش متعب، يقول له انت غلط خلاص اللي دخلت هنا. في حاجه كده، هو ما فيش، لكن المسيح ذكرهم مره. هذين فاكرين ذكر عليه؟ اه كده. واحد بقى دخل هناك، انا مش تعبان. دخلت ازاي هنا؟ هنا كلهم تعبانين. تعبانين من ايه؟ تعبانين من الوش اللي عايشوا فيه الدنيا. تعبانين من الغرب. نلاحظ اللي بيتكلم بس لسه في الدنيا، ده احنا موجودين لسه في الدنيا. بقى انت توهم نفسك دخلت الاقداس وانت ما دخلتش. لكن المؤمن الحقيقي انا بقى مليان تعب، مليان تعب، مبادئ الدنيا تعبانه،
السلوكيات الدنيوية مش قادر استسيغ ليها. يا رب أنا غريب، أنا غريب، غريب مثل أبائي، غريب. أنا تعالوا، أنا عايزك تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. وكل ما يكون حملك تقيل يا مؤمن وانت في الدنيا، تقعد في أي صف كده، ها؟ في الصفوف الأولى قدام المسيح. أنت محتاج درس تقيل أوي. وكل ما تكون أنت تعبك خفيف شوية، أقعد ورا يا عم، أنت مش محتاج. أقعد ورا، مش محتاج. مش كده عايز أقول لكم يا أحبائي. اللي بيتعلم كتير في الاجتماعات الروحية معناها إنه غلبان وأحماله تقيلة. وربنا بعت له التعليم، بعته له هنا في الدنيا. رب نوصل فيكم كامل يعني، بعته له هنا في الدنيا. ف يطلع من الرساله كده، يا ايه الاعلانات دي؟ يقول لك ليعطيكم الله روح الحكمه والاعلان في معرفته. ليلة الزلال واعتدي الاخير في الحياه يومين لو براحتك، 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 حسب شعورك بالطول من العالم. انت عايش ومبسوط لانك هتطلع تكسب مثلا مبلغ 2000 دولار، يا خبرني، خبرني. لان هتطلع وعندك معاد مع البنت اللي انت تحبها، اوووي خدمتين اللي عليها اسمعها دي، انا فاضي للكلام ده. ده انت في احلام سعيده وتطالع. ثقيل يا حمود، ولا عنده ولا حلم، بس خلص بسرعه. ورانا مشوار مهم بره. تعالوا الي يا جميع المتعبين، كل في الدنيا هنا، والثقيل الاحمال. فانا بص صوره تتنقل فوق، اللي بيحصل في الدنيا بيتنقل فوق هنا، وهتوصل تلاقي كل حاجه بعينها. ما فيش حاجه مخفيه امام عين الله ابدا. تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال. مين اللي رايحكم؟ أنا أريحكم، أنا أريحكم. لأن إحنا في الدنيا، فالشيطان بيطلب إذن ربنا، ممكن أقدم أنا لهذا المؤمن. طبعاً الشيطان بيحاول يوصل أكثر منه، أكثر ما يقدر للصفوف الأولى في الناس التعبانة دي. يقول لي يوصل لصف معين. استأذن ربنا يقول له إيه رأيك؟ اسمح لي أقدم له حل من عندي. ودي بتحصل كثير. والآخر أنا مش لازم الصورة تكون قاعدة في مجموعة، ممكن واحد بس في البيت كده. ويصلي. لكن واحد من المجموعة اللي هي مؤمنين وسفير الأحمال، والرب يكلم معه، تعالى لي تعالى لي تعالى لي. والرب والشيطان ياخذ إذن من ربنا، فكرة في دماغه رهيبة. انت نسيت ان ابن عمك علاقة بالمشيخ، ما تروح تكلم ابن عمك. تتكلم مع الله ليه؟ وينتظر الرب لقرار هذا الإنسان. هتعمل ايه؟ عندك ابن عمك والمشير، عندك الله، ان انت علمت انك منتبه، هتعمل ايه؟ حتى نقطة امتحان رهيبة. وبحسب قرار الانسان يتحدد مصير ابدي للانسان. مش انه خلص هيخلص، بدل خلص خلاص، لكن يتحدد مكانه فين بالابدية. وفي الجلسة دي المستمرة بين المؤمنين وصلاتهم للمسيح وتضرعهم للآب وللابن، أيها الآب، أيها الابن المبارك، صلاتنا تصلي باسم الآب والابن كله، بيتحدد مصير الإنسان في المركز الأبدي. إن عرفت وفهمت، إن عرفت وفهمت وأنا أريحكم، يبقى كنيلك مش هيخلص منها حاجة.
أكملك مش هينقص منها حاجة. يا إلهي مش سهلة الامتحانات دي، مش سهلة. مرة كنت في حتة زنجة مش قادر أكل عيالي، فأنا فاكر مرة بتقول لي عايزين كيلو بطاطس، مرة بتقول لي عايزين كيلو بطاطس عشان ناكل إحنا من عيالي، ما كانش معايا فلوس. كان كيلو بطاطس حوالي 20 جنيه، ما كانش معايا 20. خبطت عليه سخنة، هو كان برضه ما عندوش كتير بس أحسن مني بكتير برضه. كتبت له اديني 20، قلت له اديني 5 شيل. يا سلام قلت شيلها اتفضل. جبت الكيلو بعد ذاك الساعة، شفت بقى صرفت. بعد يوم ولا اتنين خبط واحد عليا الباب. انت مهندس؟ ايوه سمعت عنك. قال لي انا عايزك تعاين بيت، وعايزك يعني البيت ده انت عارفه بالجنان، يعني عايزك يعني تدي تقرير كويس عن البيت وانا عارفه مش كويس، و1000 جنيه. والمعاد حدد لي الميعاد، وحدد مع الراجل الثاني الميعاد اللي جاي يشتري ده، اللي بيبيع اصلا الثاني واحد جاي يشتري. والمعاد هنجي لك بكره هنا، بس كل عليك تقول ايه؟ بيت كويس. تم البيع 1000 جنيه ليك. انا كنت عايز قرشين امبارح، 1000 جنيه بقى قرش. ها؟ يا خبر ابيض، 1000 جنيه والجنيه كام؟ 100 قرش. يعني كام قرش؟ 100,000 قرش. ويوم في اليوم الثاني، والحقيقه اشكر الله ما خدتش مني وقت. بس انا الحقيقه قلت ايه يعني، بدل ما امشيها من بعيد، لا انا عايز اعلم الحق قدام الكل. البيت ده فيه عمود كده، وحط العمود الثاني كده فوق، فده غلط. الناس احتمال كبير ما يهدش البيت، لكن ما هواش مظبوط غير كده عملوا كده. فيقول لي هما الاثنين طبعا، وال1000 جنيه موجوده في الجيب. بعد 5 دقايق فقلت له هو العيب اللي فيه ممكن ما يكونش صعب يعني، لكن العيب اللي فيه لان مره كبيره طويله يعني ممكن خلصان تشيل بعض يعني، لكن العيب اللي فيه ان في الدور الفلاني شكل بطيء عمود كده، وفوق بدل ما يصبوا عليه كده صبوا كده. فالحته اللي شايله هنا عباره عن 25 سم 25 × 25 بس، ده مش شايل ده مش شايل، يعني اللي فوق حامل. شكرا. والذوق الثاني بقى طبعا معانا في البيت خد درس ونزل واستمريت في اليوم. استنيت على اليوم بعدين، استمريت في اليوم، استمريت في اليوم مده مش قليله، الى ان جاءت اوقات الفرج من وجه الرب. حبايبي هذا الاختبار حصل زمان 40 سنة جايز. أنت خرجت 62 يعني من 62 ل 72 في فترة المال 10 سنين دي. لكن إلى الآن أقول يا رب أشكرك، أنا جويتني توريني 100,000 قرش وأنا محتاج أسدد الخمس قروش على كده. وما كانوش خمسة، هي خمسة بخمسة كل شوية كنت تاخد معاهم، كنت تعبان أسد يعني شوية من ديوني. لما جاء وقت الفرج وكانت الديون وصلت 20,000 دولار،
والرب سددته. كل شيء قال لمراد بعد الخط مراتي انا بحبه مش عايز اخوك، بس كانت عارفه الوضع. قلت له يا فاتن النهارده سنه 79 ربنا سدد لنا كل ديننا. بكت لحظه جميله جدا اللي الانسان يتعلم انتظر الرب، تستنى، ما تحوجش ما تحوجش، الرب في وقته يسرع بي. لا انا عندي وقت، هو الحل في المشير. خالك عمك ابن اختك ابن عمك ابن خالك، قل له الحل في المسيح يسوع عنده الحل، ما فيش غيره. تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال، وكملت ايه؟ وانا اريحكم. حد مسلم هنا يفتكر جاله محمد؟ ما جالهاش. ما منكم الا وريث وكان ذلك على الله. انا عارف انه قال لابنه، قال لابنه طلقها لان انا عايز الجواز. وراجل كان مطيع وطلقها واتجوز. ليه؟ لانه اللي حصل قبليها بيوم رايح يزور ابنه مرته، ابنه ما كانش في البيت ومرته كانت لابسه كده يعني ايه؟ يعني حاجه كده ما فيش دوب في البيت، حاجه عريانه يعني. كان في شويه هواء، ده موصوف في السنه، شويه هواء كده طايره الخيمه وطايره المستشفى. المصيبه دي لا 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 طلقها بقى، طلقها. تعالى بص يا وزير الهنا القدوس، انت تقول يا متعبين انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز اديكم راحه، توجد راحه لشعب الله. تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا وراك. صدقني انت عملتها، عملتها، انا عارفك وعرفتك سنه 53 داخلين على كام دلوقتي؟ احنا في سنه 2013 يعني، يبقى كام سنه؟ 60 سنه. عمرك 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 انت كبير، عمري انا مش عمرك عمري ما انت عملت معايا حاجه. اسمع جور، اله امانه لا جور فيه البت. مش عارف انت نكمل ولا، لكن ده اول درس، اول درس عشان تبقى نظير القدوس. اعرف ما فيش غيره سيد على حياتك، ما فيش غيره مريح لحياتك، ما فيش غيره ضابط لامورك، هو ضابط الكل. احملوا، لا لسه، تعالوا الي جميعا المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. لا احملوا دي اللي دي خليها على بعض الدول ان شاء الله. حبايبي اول درس خدناه فاول درجه في مدرسه التمثل بالمسيح. الشعار بيقول ايه؟ نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيره. اول درس داخل عند القدم من الرب. انا ريحنا ريحنا، القي حملك عليه، توكل عليه تمام، ماليش غيرك، انت حياتي يا يسوع. والرب يريحك ويريحني، ولله كل المجد الابد امين. اخونا نجيب كملنا هذا السلام. هللويا. هللويا. الحمد لله. كنت بتكلم كده، بتاع الدور ولا بتاع الجيم. احنا
بشيلها عشان مش بتاعتي اصلا ف عشان مش لا بدل معايا اللي يلعب واخدها ننزل على الارض ما حدش هياخد خلينا نقف مع بعض ما تقعدش الهم وما تخافش هللويا ربك موجود البعض بيقولها ربنا موجود لان ده شعار كان بيقوله البابا شنودة بس مكتوبة ربك خلينا نخصص كل واحد يخصص ان ربي وإلهي بدل الجامع يعني الاثنين صح ده إلهك حي إلهي حي ما بينامش ملوش حدود Thank you.
قادر على كل شيء. عايزنا نثق فيه، عايزنا نتكل عليه وحده فقط عشان نعيش نظير القدوس الرب يسوع كإنسان كامل كان كل ثقته في الآب. عايز تعرفه، عايز تعرف الله الحقيقي، عايز تعرف الآب، تعالى للمسيح. مش ممكن هتعرف الله إلا لما تيجي للابن ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي. هو اللي قال من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. أرجو الأخ أليشع تفضل يطلب بركة الرب على الكلمة اللي سمعناها من هنا من الميكروفون لو سمحت. تفضل. إن الرب يتعامل في الدرس الأول حياة القداسة، نكون نظير القدوس، يكون هو السيد وحده وليس سوى الكل بالكل. يا أبانا أنا أشكرك وباركك معظمك لأنك دعوتنا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القدر والنعمة. وفي هذا الصباح ألفت أذهاننا وقلوبنا لكي نتبع شخصك المبارك، لكي ترى من تعب نفسك وتفرح. اشكرك وباركك لأنه قد صار لنا في شخص ربنا يسوع أمور لا توصف. نعم نحن صغار عن جميع الأمانة والألقاب التي صنعتها وتصنعها معنا. نسألك يا رب أنك تصاحب الكلمة بعمل الروح القدس في قلوبنا. نعم وحدك العامل الحقيقي. نعم قدامك مجرد رجال قد اخترتهم ليقدموا البزار، لكن الذي ينمي هو شخصك المبارك. ننتظر منك بركة حقيقية يا رب. نعم بالفعل ليس صدفة وليس مجرد دعوة عادية، إننا كلنا نكون هنا في محضرك أنت الذي تدعونا. أما أنتم فتعالوا إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. راحتنا الحقيقية يا رب عندك، وأنت الذي تدعونا في هذا الصباح. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. نلقي يا رب عليك كل أثقالنا وأحمالنا. تعرفنا بأشخاصنا بظروفنا دقيقة. مين يعرفها يا رب؟ مكتوب عنك أنت عرفت قيامي وجلوسي، فهمت فكري من بعيد. أذكر يا سيدنا أولادك أحبائك رجال ونساء كبار وصغار. نعم شباب وشابات العائلات. أنت اللي تحفظ الجميع في اسمك المبارك. أنت اللي تثبت الكلمة في قلوبنا. أنت الذي ترفع أبصارنا وأنظارنا إلى فوق حيث المسيح جالس. نعم يكون يا رب عندنا الاستعداد الحقيقي عندما تدعونا إليك، بل عندما تأتي إلينا يكون موضوع فرح وشكر وسرور. نعم اليوم المبارك اللي فيه ستدخل بنا إلى بيت الآب، ستنتهي الألام والأحزان وتتم كل المواعيد. نعم ساعدنا نكون من كل القلب أمين. تعالى أيها الرب يسوع ولاسمك الكريم كل المجد. أمين.